رجعنا سريعا ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع والنقد الرياضي الكبير. مساء الفل على حضرتك. اهلا بحضرتك واهلا كل مشاهدي النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي وكل جماهير مصر. طبعا النهارده اكيد هنتكلم عن فوز النادي الاهلي امبارح بثلاثيه نظيفه على شباب الثوره الجزائري وصعودنا ان شاء الله لدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا برغم انف المشككين. صحيح، الموضوع مش محتاج أنف حد خالص، فللأهلي دائما كلمة بيلقيها في وقت ما يكون هناك حاجة للكلام الكروي طبعا، وبالتالي هو سيستم، هي منظومة عمل، هي كفاءات وخبرات متراكمة. عشان كده لم يلمح أحد ولم يسمع أحد صياح وعويل وبكاء ولا حتى تصفيق وتشجيع وحمية بقدر ما يمكن أن تكون الأمور مستتبة فنيا، مستتبة إداريا، وبالتالي المنتج الكروي بيطلع في صورته النهائية. الذي يعول أن الأهلي يحتاج التعامل بالقطعة يبقى لا يعرف الأهلي ولا يعرف حتى تاريخ الكرة في المحروسة. ومن ثم أعتقد أنه هي دي مواعيد الكبار، ومنهم الأهلي كان الأول بيتقال قاريا ومحليا، دلوقتي عالميا. صحيح. أيضا، وبالتالي هو ده الخطاب الفصل أو فصل الخطاب. في مباراة يحتاج الأهلي لها الفوز، شفنا حجم الاهتمام من اللاعبين من الجهاز الفني، شفنا قيادة فنية لا تتأثر كثيرا إلا بما هو فني، لا تتأثر كثيرا برغبات الجماهير، وهي عادة أهلاوية. حين قال الراحل الكبير كابتن صالح سليم رحمة الله والمايسترو كما يلقبه العالم من حولنا، أن للمدرجات الحق في الفرحة، لكن الجماهير لا تحكم أبدا التفاصيل. ومن ثم افتكروا كويس أنه كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة والآن محبوب الخطيب زي ما الناس بتحب تقوله، جمهور الأهلي وجمعيته هم من نفس المدرسة، وبالتالي لا حوار عن وجود لاعبين غوالي أو أسعار مرتفعة ثم يلاحظ أنهم غائبين عن التشكيلة اللي بتبدأ المباريات، لأنه في الآخر أبو جنيه زي أبو مليار جنيه، الكل دخل إلى معسكر النادي الأهلي، الكل موجود تحت إمرة الإدارة الفنية للنادي الأهلي، ومن ثم هي أسعار سوق في شراء العقود وليست طلبات للاعبين. صحيح. واللي ما بيلاحظش ده لازم يبقى من أول وهلة عارف أنه في الآخر شرائح المرتبات هي الحاكمة، وهي مرتبة يعني عالميا أول حد عملها في منطقتنا العربية وفي قارتنا الأفريقية هو النادي الأهلي. صحيح. فكرة طبعاً. كلاس A و B و C أو واحد واثنين وثلاثة أو فيها أولى وثانية وثالثة، ومن ثم ده اللي بيحصل. وأنا بأذكر أنه يعني برشلونة من قرابة السبع لثمان سنين حصل يعني هكر عليه وتم سرقة ملفات إلكترونية كان الأخطر بالنسبة له هي رواتب اللاعبين. ومن ثم أعتقد أنه دي حالة حمراء مستقرة محترفة تؤكد معانيها إمتى؟ في نتائج المباريات اللي بيكون الرهان فيها أنه الأهلي يبقى زيه زي غيره، يعني هيفوز ولا لأ، هيصعد ولا لأ، هيصمد ولا لأ. صحيح. دي كلها معاني مرفوضة احترافيا، ولأن الأهلي كبير هذا الاحتراف بالتالي بتبقى الحدوتة باينة جدا جدا جدا. لا هي فكرة أن الفريق أكثر تركيزا في مباراة الثورة ولا غيره، لا هي فكرة هذا العمل المتكامل اللي بيظهر في النهاية في مباراة زي دي. اشكري بقى من اللاعبين ما شئتي، اشكري المدير الفني والذين معه قدر المستطاع، لكن في النهاية هي منظومة حمراء يعني مؤسسة على الطابع ده. طب لو هنتكلم عن اللقاء فنيا امبارح شباب الثورة والنادي الأهلي، اللقاء اللي كان في بدايته كلنا قاعدين قلقانين، بعد الدقيقة 30 اتقلبت بقى موازين اللقاء كله وموازين المباراة كلها وخلاص رجعت الثقة تاني بهدف ثم الآخر ويليه الهدف الثالث. رجعت الثقة لمين؟ للجماهير. صحيح. التي كانت قلقة لكنها لم تفقد أبدا ثقتها بالنادي الأهلي. صحيح. والدليل هذا الحجم من الإقبال. على فكرة تعدى الرقم 15، ولابد من توجيه شكر للأمن. احنا قلنا للجمهور سواء في مباراة الأهلي أو مباراة منافسيه أو حتى مع المنتخب، اللي بيوصل بيدخل، لكن حينما يقرر
مكرر جمهور الأهلي، وده حصل من شهور، أن ملعب كرة القدم هو لكرة القدم، وأن أي أفرع أخرى للحياة لها مناحيها أو ملاعبها أو استاداتها لازم يبقى ده الشكل اللي حاصل. وبالتالي الأمن حين وجد هذه الأريحية مع الشباب أولا ومع كامل الجمهور ثانيا، يعني على فكرة تقدر تتخيليها، قالوا المدرج 6 فاضي، طيب شيماء صام علي محمود الشلة دي اتفضل وكذا، وبالتالي الجماهير كانت قلقة على الوقت، لكن ابدا لم يفقد لاعبو الاهلي التركيز، لا رفعوا الريتم ولا نزلوه، مع احترامي البعض اللي بيقعد يقول لك واصله اول ما بدات الدقيقه 30 ارتفع، لا، الريتم ده مش مفتاح في ايد حد، الريتم ده هو ريتم اداء فريق، فريق محترف بيحتفظ برتمه طول المباراه. اكتر من لعبه بحسب فهمي لكره القدم كان هناك تدريب عليها، اللي جه منها الجون الاولاني والجون الثاني من 3/4 الجمله نفسها، هي مرة من اليمين مرة من الشمال، مع وجود رمضان صبحي راجل منطلق في الملعب صبحي. شمال يمين هنا صحيح. هنا ولا تصدقي كان ليه دور كبير جدا في الهدف الثالث، لا تصدقي اللي يقول لك اصله استعاد مستواه، مش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها ادوار، يعني كل فريق يعني يحمل الطابع القاري العالمي في بلده، اكيد طالما يحمل هذه الطوابع هو يعني نموذج الاول دائما، او بالتالي هو قائد دائما، لكن ما ينفعش بقى يتقال عليه بعد كل ده ان لديه لاعبين ترمومتر الاداء بتاعهم بيروح ويجي او بيتملوا بالزنبلك الفني، لا، هي معدلات للاداء طريقه واحده لكن ليها اكتر من تنفيذ حسب ما بيحتاج المدير الفني من لاعبيه، وبالتالي بيخرج من عندهم كل ما يفيد خطته لهذه المباراه وطريقه اللعب، الخطه غير طريقه اللعب، يعني دي بعيد عن دي خالص، لكن طبعا في الاستوديوهات بتبقى بيتقلوها قوي على الجمهور، ويمكن ده اللي بيخلي الناس بتنتظر ليله المباراه هنا واستاد الاهلي، لانه في الاخر حتى لو ما شافش المباراه على الهواء لكنه بيسمع كلام شبهه، يعني كلام قريب لفهمه صحيح. عن لاعبو النادي الاهلي وطريقه الاداء في المباراه صحيح. عشان كده بقول لحضرتك انه التفوق من الجهه اليسرى معناه الجهة كاملة وليس علول زي ما جمهور الأهلي بيدي أو علي معلول وحده، تفوق من رمضان صبحي ضمن الطريقة اللي فرغت له مساحات حرة، لكنها كانت تعتمد على ما أعطاه للمدير الفني والجهاز من أشرف. دور أنه يروح أيمن أشرف ينطلق أحيانا ويرجع حد يقفل مكانه سواء السولية أو ندفد، فده برضه ضمن أطر خطة اللعب. يعني احنا لو بصينا كده للقاء امبارح مش هقدر أقولك طلع لي مين أفضل لاعب أو مين أبرز لاعب، كل اللعيبة امبارح كانوا رجالة يعني بطريقة يعني فوق الوصف، كانوا كلهم بيأدوا أداء مميز جدا، وبرضه هنرجع نقول علي معلول، هنقول مروان محسن، هنقول رمضان صبحي. طبعا دي العادة المتأصلة في الكرة العالمية واللي الأهلي دايما بيسحب الناس نحوها، على وهي لما بيطلع لاعب في التشكيلة المثالية في كل العالم أول حاجة بيعملها على فكرة بيشكر زملائه. صحيح. وبالنسبة للجمهور عموما مفكرهم بمشهد أن اللاعب عندما يحرز هدف في الفرق الكبرى ينتظر كل زمايله على فكرة، ثم ربما يذهب للجهاز الفني أحيانا لو في وقت قبل ما الراجل الحكم يقول يلا ايه يا جماعة يعني ارجعوا بسرعة، وبالتالي هي فكرة حتى اللاعبين اللي بيتاخدوا في تشكيلة الأسبوع في الدوريات والبطولات هم نتاج العمل الجماعي، لا يمكن أبدا فرقة يبقى عندها لاعب هو الفرد بعينه ومن ثم تجديه هو الأفضل في مباراة، يصعب، لكن استخدام أعلى مهاراته مع كتلة من العمل الجماعي ده اللي بيخليه يفوز ناحية الشمال برجل المباراة أو يدخل التشكيلة المثالية صحيح. للقارة، ويفوز آخر بالجهة اليمنى، ويفوز رأس الحربة صحيح. بالأفضلية حتى لو لم يحرز على فكرة وبالتالي هو منطق يعني مهم جدا ان الجمهور يبقى عارفه، مش عشان ثقة الجمهور بفريقه الأهلي، لا، علشان الجمهور يفكر كويس قبل ما يتشدي في مجازبات أخرى، لأنه لاعبوا الأهلي لم يغيروا أدائهم، ما كانوش خلال 30 دقيقة رايحة منهم وبعدين مع هدف مروان الأول استعادوا تركيزهم أو ترد ليهم انتباههم، بل على العكس هم كانوا ينتظروا لحظة إحراز الهدف لاستكمال الخطة أو طريقة الأداء داخل الخطة إزاي تفوز وتبقى الأول وتضع يعني يقينا كل ما هو لك في يدك أنت، هتلعب هتكمل هتغادر يبقى بإيدك ليست بمساعدات أخرى، سواء يعني يتعادل اللي بعدك أو يفوز أو صحيح. أو أو صحيح. وبالتالي حتى الجدول اللي كان بينزل على الشاشة امبارح كان جدول دمه خفيف قوي، عمال يقول مين تأهل ومين لسه ما تأهلش، ده نتاج
عمل جماعي، مش مسألة انه بالعكس ممكن يتقال في النادي الاهلي من خلال تحليلات نجومه من خلال قناته انه دائما ما يقدم الاهلي النموذج الافضل ولا دي من النجوم الغوال، لا هناك حالة جماعية أكيد. اسمها النادي الاهلي اكيد اكيد، ونتائج الحالة الجماعية تظهر بقى الفروق الفردية صحيح في النادي الاهلي. شفنا كمان دخول علي معلول ومحمد هاني في التشكيله المثاليه او التشكيله الافضل، افضل 11 لاعب في دور المجموعات في الجوله السادسه من دور المجموعات في دوري ابطال. ما هو ده اللي بقول لحضرتك، لكن شفنا كمان احمد فتحي وهو من هو طبعا لا غضاضه في انه منتظر ان يدعم اللعب الجماعي. شفنا الكثير، ها شفنا حسين الشحات في تغييره وهو الحديث حوله طول الوقت، ربنا يا رب يهدي له نفسه دائما كما ظهر على مدار سنتين ثلاثه، انسان هادئ ومتزن صحيح. وهو من هو في الحوارات اللي شغاله ده بكذا وماذا، لا 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 لا. شفنا صلاح محسن وكان عليه عركه كرويه طبعاً. حتى انتقل للنادي الاهلي لكنه ينتظر اداء دوره مش ين... مش مش فاهم ان الاهلي بينتظر وجوده، هذا هو صحيح. الفارق بين الاهلي وغيره صحيح. طيب احنا دلوقتي معادنا مع فاصل سريع وهرجع اسالك على حاجه مهمه جدا، وهي احنا بنتكلم دلوقتي عن اللعيبه المميزه، انا افكر فيها على بال هسيبك عن اللعيبه المميزه في النادي الاهلي. شفنا طبعا وتابعنا اداء رمضان صبحي المميز جدا، وكمان شفنا وتابعنا اداء مروان محسن، سبب عدم انضمامهم للمنتخب الوطني الاول من وجهه نظرك ايه؟ خلينا نعرف بعد السبب الفصل. لكن بعد الفاصل لسه مكملين معاكم فقراتنا، لسه منورنا في الاستوديو استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، وكنا بنسالك قبل الفاصل على طول من وجهه نظرك ايه سبب عدم انضمام رمضان صبحي ومروان محسن للمنتخب الوطني؟ مين قال انهم مش منضمين؟ الاعلان عن المعسكر القادم لا، الراجل واضح انه اجيري ممن يخاطبه مدراء الفنيين للانديه سواء هو او عن طريق كابتن هاني رمزي، ايضا يخاطب جهازين الفنيين لمنتخب الاولمبي والشباب كابتن شو غريب وكابتن ربيع، والدليل انه حصلت حاجه ما كانتش تحصل من ايام الكابتن جوهري، ويمكن لما كان برضه مستر مانو الجوزي موجود كان دايما ملح عليه، يمكن ما حصلتش لكن ملح عليه يقول لك عايزين نتواصل مع مدربين المنتخبات، وبالتالي تواصل هو وشو غريب واقنعه رمضان انه يجي يلعب مع المنتخب الاولمبي اولا. انا باكد لحضرتك ان شاء الله يا رب يبعد عنهم شبح الاصابات يا رب. مروان محسن اولا هو مهاجم مصري في امم افريقيا. ليه بقى؟ ببساطه شديده اي متابع لكره القدم يعي ماذا تعني كلمه لاعب دولي ومن ثم مهاجم دولي صحيح. تم الاستثمار فيه في الكثير من المعتركات، هناك فارق بين لاعب لديه خبرات مباريات وكل حاجة على عينه وراسه، لكن خبرات السفر والحل والترحال والبطولات سواء بالهوم واوي أو الذهاب والعودة أو البطولات المجمعة ده مش كتير بيبقى موجود، وبالتالي الراجل رهانه الدائم حتى لما قال مرة واستنكف البعض من محب الكلام والهري قال لك هو بيقول يعني ايه مروان مهاجم، كان مروان لسه راجع من اصابه، نتمنى يا رب صحيح. ان يظل متعافيا دائما والراجل ضم يعني. قال ما معناه ان انا او انتوا كمصريين استثمرتوا في مروان محسن وهو مهاجم من طراز فريد ثابت الاعصاب يمتلك من اسهم الدوليه الكثير، هو يصلح في اكثر مهمه، يحرز يعني يوفر فرص لزملائه ومحطه زي ما بيقولوا اهل الكوره بالكلام المجعلص يعني. ومن ثم اعتقد ان مروان محسن في اجنده الرجل، لكن صفحه 8 اللي هي مش هيفتحها دلوقتي، هو يعني من اجل مهمه المستقبل اللي هي 2020 وما بعدها برؤيه جديده بيجرب وسيظل يجرب، لكن لديه لعيبه ثوابت في المهمه قصيره المدى. لاحظي ان مروان معاه الاثنين القصيره والبعيده لانه من شريحه عمريه ما هواش فوق ال 30، وبالتالي دي يمكن المرحله الوحيده اللي افقدتنا احمد فتحي واخرين بسبب انتهاء ما قدموه على الزمن العمري، لكن الراجل قال حتى هؤلاء لو احتجت احدهم لدعمي في مهمه فوريه هي الكان 2019 سيكونوا متواجدين. بين رمضان ايضا لديه مهمه مع المنتخب الاولمبي، يستعد يكون اكثر جاهزيه مع النادي الاهلي، وبالتالي له مكان موجود
في اجنده الرجل مش في يعني موضوع ال11 ده يا جماعه محدش بيتكلم فيه في العالم غير من لديهم يعني نصف احتراف يعني او الاحتراف في بلدانهم نص يوم زي ما بيقولوا يعني. صحيح. واخشى انه في كثير يعني في بلادنا يعني بيبقى عنده الالتباس ده. هناك فارق بين ان تكوني موجوده في اهتمامات الاداره الفنيه لفريق وان يتحدث البعض عن 11 بيبداوا المباراه. ال11 بيبداوا المباراه هم الافضل فنيا والاقدر على تنفيذ طريقه اللعب، لكن كل ما لدى الاداره الفنيه من يعني احتياط في بنك الاحتياط، ما ينفعش الكبار يتقال عليهم دكه بدلاء، بنك احتياط يعني اللي في جيبك زي رصيدك اللي في البنك ده. وبالتالي يحسن ما يسمى بالتغيير والتبديل او الروتيشن. وكلنا في تشامبيونز ليج الاوروبي بنشوف صلاح يلعب السبت ممكن يلعبش الثلاث لو مضغوطه، او فيرمينيو او هكذا، دائما تدوير المحترفين. وبالتالي لا، هم موجودين في اجنده الرجل، لكنه سيظل على مرحله التجريب التي ستنتهي بأمم أفريقيا 2019 إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نرجع للنادي الأهلي مرة تانية بعيدا عن المنتخب الوطني وعن قائمة أجاري اللي ضمت الكثير من اللاعبين، ولكن برضو كان في علامات استفهام كتير قوي على لعيبة لم ينضموا لمنتخبنا الوطني في المعسكر اللي ابتدى النهاردة. نرجع بس للنادي الأهلي الأول ونتكلم عن دور المجموعات اللي انتهى خلاص امبارح مع النادي الأهلي بفوزه على شبت الثورة الجزائري بثلاث أهداف نظيفة. واتكلمنا طبعا عن الأداء الرجولي، الأداء الفوق الرائع اللي شفناه امبارح من لعيبه النادي الاهلي، واكيد قد ايه كانت ظاهره روح الفانيلا الحمراء على اللعيبه في الملعب. وطبعا اكيد شكرنا كمان الجمهور على مساندته وعلى دعمه للنادي الاهلي امبارح. مشوارنا بقى في دوري ابطال افريقيا في الموسم الحالي او في النسخه الحاليه من البطوله شايفه ازاي، وشايف مين اقوى المنافسين اللي هيكونوا قدام النادي الاهلي في المراحل القادمه؟ لا، في كتير، في اسماء زي عطسيت الترجي لا زال حي موجود، مازيمبي، مش عارف بس لو يجيبوا لنا الرانك بتاع البطوله. لا، الكثير من الكبار موجودين يمتلكوا فرص، لكن نحن نتحدث عن الكبير الاحمر. صحيح. ومن ثم قدره لازم على طول في ايده، قد يكون هناك فكره الطموح في انه يقابل في دور الثمانيه فريق اقل يعني فنيا شويه، وبالتالي ما يستنفذش جهده قبل الدور قبل النهايه ومن ثم المباراه النهائيه. صحيح. لكن الكبير دائما يعني ده حتى الفرق الاقل مستوى او تصنيف هي اللي بتمسك في خناق الكبير في الملعب وعايزه تعمل افضل حاجه. نجومها بيعتبروا ده يوم فاترين اتعرض، لو حققوا الفوز فكلها كليل الغار في انتظارهم. لكن تخيل الاداء وفقط ينقلوا نقله احترافيه اخرى، فقد يباع هنا او يشترى هنا. البلدان دي كلها شغاله على سلعة ومنتج اسمه لاعب الكرة، هو كمان بقى مقتنع قوي بوظيفة اسمها لاعب الكرة، ومن ثم بيجي قدام الكبير يعني في بلاده ويعصلك، فما بالك أمام كبير القارة والعالمي الأهلي. ويعني أنا مش مع فكرة أن يكون أمام الأهلي مثلا زي حورية الغيني، عشان إلا إذا كانت أمان الجمهور الأحمر أن الأهلي يلتقط أنفاسه قليلا مع منافس أقل ضراوة يعني. لكن نحن نتحدث، وده دايما اللي بيخلي اي مجموعه اعلاميه، خلينا في فصلنا الاعلامي والصحافي، لما بيروحوا ورا الاهلي والزمالك والكبار في مصر بيبقوا رايحين وهم حاسين بنفسهم، احنا مش جايين خايفين من سين او صاد او نحن لا، يعني بصحبه الكبير. ده حصل معانا في النهائي مع الاهلي موسمين، انه في الاخر هو لا يصدق نفسه وهو الترجي مع احترامي يعني انه فاز على النادي الاهلي. لاعبوا النادي الاهلي على مدار الأجيال هم الوحيدين اللي عندهم هذه القناعة وبيبقوا عارفين، عشان كده قد تجد الجمهور ملتبس عليه الأمر قبل المباراة، لكن فجأة يشعر. حصلت في أكثر من نهائي، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في بطولات عربية لما كانت النخبة. وبالتالي لا أعتقد أن الأهلي يحتاج دعاء جماهيره إلا في ناحية واحدة، هي شر الإصابة بس. وبالتالي أيا ما يكون منافس الأهلي، البطل يجب أن يعي دائما أن هناك مطبات صناعية رزلة كرويا ومفخخة أحيانا ستوضع في طريقه، عليه أن ينتصر عليها جمعاء ليرفع يعني البطولة، سواء كأس بقى درع زي ما تكون. أكيد. وبالتالي يسعد جماهيره باعتبارها هي أيضا جماهير كبيرة عددا ومقاما كرويا يعني. أكيد. يوم الأربعاء اللي جاي هو يوم القرعة. صحيح. عشان الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا.
يا هنواجه سان داونز يا اما النادي الرياضي القسنطيني يا اما هوريا كوناكري. تفضل. عشان كده قلت لك يعني انا صاحب لك معايا استفتاء جماهيري صغير كده. لا هوريا كوناكري يعني طلب الجمهور يعني. الناس متفائله وشايفه وهو فعلا اقل ضراوه من الفريقين التانيين، مع ان سان داونز مش فريق عنيف لكنه فريق مجهد شويه. صحيح. يمكن شفنا في الفتره اللي فاتت دي قبل مباراه امبارح يعني مشككين كتير قوي، ناس كتير قوي بيعملوا زي ضغط نفسي على الفريق او على النادي الاهلي وعلى جهازه الفني والاداري وعلى اللعيبه، وبيشككوا في قدرتهم ان هم يقدروا يتجاوزوا فريق امبارح او مباراه شباب الثوره الجزائري امبارح، لكن النادي الاهلي كان رده بقى في الملعب مختلف تماما، 3 أهداف نظيفه يعني اداء رائع طول اوقات اللقاء، وشفنا طبعا فنيا النادي الاهلي تفوق بفرق كبير جدا على فريق شباب الثوره الجزائري، شفت ده ازاي؟ منذ متى حصل غير اللي حضرتك بتقوليه؟ يمكن هي بقت في الموسمين اللي فاتوا يعني بزياده شويه، وعشان كده بنطالب كل الجماهير ان تعي دائما انه احيانا يقدم لها ما يثير يعني مش عايز اقول الفتنه لكن العراق على الاقل يعني. وبالتالي دي عاده برضو لكل جمهور الاهلي عارفها، ان التشكيك هو احد الوسائل التي يمكن ان تضعف من وجهه نظر المشككين يعني عنصر مهم قوي اسمه روح الفانيلا الحمراء. وبالتالي منذ متى ذهب الاهلي ولم يحقق المطلوب لعبا ونتيجه، أو على الأقل جهداً قبل لعباً ونتيجة بشكل مرضي لجمهوره وإدارته، ومن ثم تبقى الفقرة الأخيرة أن النتيجة تبقى في علم الغيب. ومن ثم ده كله مشهد عارفة كلاكيت 100 مرة هيفضل متكرر دائم مع الأهلي وكل الكبار حول العالم يعني. صحيح. طيب نروح بقى للدوري المصري الممتاز والنادي الأهلي وضعه دلوقتي في الدوري المصري، لو بصينا كده من أول يناير من ساعة ما جت التدعيمات الجديدة للنادي الأهلي أو الصفقات الجديدة في النادي الأهلي، شفنا أداء مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني للنادي الأهلي، هنلاقيه فاز في 9 مباريات وخسر لقاء واحد، قدر إن هو يجمع 27 نقطة من اللقاءات دي، فاز طبعا على العديد من الانديه زي بتروجيت وانبي وانتاج الحربي والداخليه وجونه وسموحه والمقصه وادي دجله. طبعا هنسال او الناس كلها دلوقتي بتسال فرص النادي الاهلي ايه في الحصول او في الحفاظ على لقب الدوري المصري ممتاز. كالعاده يبقى الدوري دائما الاهلي والزمالك يعني الى ان تنشا قوى كرويه عظمى يعني. ربما شاهدنا فريق غني فريق متكلف لكن لا زال ليس بالقوى الكرويه العظمى يعني. ومن ثم اعتقد انه بس خلي بالك دايما هفضل يعني نقولها لجماهير الكوره انه فعلا من يملك فكره منازله الكبار ويعي يعني احتراف بيلاقيها فرصه، عشان كده قد تكون هناك نتائج غادره مع شرائح اقل حتى من الشريحه السادسه، مش هنقول بقى كلاس بي ولا سي كمان، لا يمكن ننزل لرقم 6 و7 يحقق طفرة قدام الأول. ليه؟ لأنه عاوز هو كمان يستمتع بشيء ما. صحيح. ألا وهو أن يفوز على الكبير، أن يصعد المسرح في ليلة فيها عرض أكيد. عظيم أكيد. أن يعرض في فترينة هي الأهم في أهم ميادين كرة القدم وشوارع كرة القدم، أن يكون عقده بسعر مختلف تماما إذا ما أبلى بلاء حسن أمام هذا الكبير. صحيح. إذن الأهلي على مدار العصور مدرب أن يفقد أحيانا نقاط ثم يستطيع التعويض ثم تصاعدا إلى إما الفوز بالبطولة أو البقاء في الكادر المباراة الأخيرة، وأجيال كثيرة حضرت مباريات فاصلة، حضرت مباريات الرضاوي حتى قبل التي في يعني تبقى على ودن الناس هنا وهنا، لأن هناك من استطاع أنه يحصل النادي الأهلي رغم أن الأهلي كان واقع مثلا ب10 بونت لكنه لعب حتى اللحظة الأخيرة وملعبين ملتهبين هو ومنافسه الأبيض الزملكاوي أحيانا. الإسماعيلي يصعد فجأة برضه بعد ما واجه الكل الأهلي في موسم، فتجد يعني النادي الأهلي يلعب مباراة فاصلة بعد ما كان برضه عنده حوالي 8 نقط يعني تراجع، ومن ثم إدارة بتستطيع إن هي ده على مدار إدارات كثيرة تغيير ما هو موجود من بعض ما يحتاج التغيير، مش هقول خطايا أو أخطاء، تجدي على طول معادلة الفنيات شغالة لأنه الفنيات لها ناسها والإدارة لها ناسها، بتتعاظم الأدوار لما بتأتي الإدارة الفنية على الإدارة الإدارية على خلفية نجومية كرة القدم الحقيقية، مش زي أسيت وفقط لكنه زي أسيت ومدرب أيضا عمل بالإدارة، وده
جزء مشابه بين الثلاثي هم الأهم من وجهة نظري. رحمة الله المايسترو كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة، والآن محمود الخطيب. صحيح. هذا الثلاثي الأكثر كفاءة إدارية رغم أنه على خلفية نجومية كرة القدم حقيقي. طيب لو اتكلمنا عن أهمية اللقاءات القادمة، أكيد كل لقاء مهم جدا وكل ثلاث نقط مهمين جدا للنادي الأهلي عشان يقدر يحافظ على اللقب اللي هو طبعا صاحب لقب في المواسم الماضية. طيب. مباريات الأهلي هي مباريات كأس، رغم أن البطولة اسمها درع الدوري الممتاز أو البريمير ليج المصري، لكنها مباريات كأس، حدثي ولا حرج. فاللقاء القادم لقاء نادي الزمالك والمواجهة المباشرة ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك المتصدر ووصيف الدوري الحالي، شايف اللقاء ده أهميته عاملة إزاي؟ ست نقاط. مباراة بست نقاط بالإضافة بقى لعواملها يعني ما هو حولها، الكلاسيكو العربي الأفريقي الأهم والأكبر، مباراة خاصة جدا جدا، مباراة بين كبيرين بيتنازعوا فيها دايما فكرة أن الانتصار انتصار مدوي. الأهلي اعتاد دائما في مباريات الأهلي والزمالك بيبقى فقل حسن عند جماهيره لما بيدخل وهو محتاج نقاط المباراة دي، دايما تلاقي جمهور الأهلي ما بيقلقش من الكلاسيكو ده بإمتى أو يقولك بكرة الديربي بتاعنا. ليه؟ لأنه بيبقى حاسبها دايما الأهلي كل ديربي بيدخله ومحتاج النقاط بيوفق في إحراز ثلاث نقاط. الخلاف المرة دي أنها مباراة الدور الأول وقد تكون فاصلة بست نقاط، لكن صحيح. الزمالك كمان لازالت لديه مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب. أعتقد أن معادلة النقط ملهاش دعوه بالفريقين، يعني هتتاثر كثيرا بنتيجه المقاولون العرب والزمالك، فكره ترتيب الجدول الدوري الممتاز يعني. صحيح. النادي الاهلي بيضم ما بين صفوفه 11 لاعب محترف او يعني احترفوا قبل كده او خارجيا توصل. صحيح. من ضمنهم اكيد شريف اكرامي، فتحي، ربيعه، جمعه، صبحي، شيخ، سليمان، حمودي، مروان محسن، عمرو جمال. شايف ازاي الاحترافيه او تجربه الاحتراف الخارجي بره مصر بتاثر او بتنعكس على فريق النادي الاهلي؟ ما هو ده انا قلت لك مشهد الدكه امبارح او اللي انا بسميها بنك الاحتياط، لكن ما هم لازم يبقوا قاعدين على كراسي في الاهلي، مش هحطهم في خزنه باعتبارهم احتياطي نقدي يعني. هو ده المشهد، انه ما فيش حد يعني حنبوزه لا وبوزه، ولا حد زعلان ولا حد مكفهر، ولا كمان رغم كل ما يمكن ان يكون قدمه ها هو حاسس انه اهم حاجه انه يبقى موجود جوه الملعب، لكن الاهم انك تبقى موجود في قائمه النادي الاهلي. مش حاجه بقى اسمها موجود جوه الملعب، دي مش شغلتك بقى يا صديقي العزيز. كلما كنت محترف اكثر تتوافق مع النادي الاهلي تحديدا اكثر، واعتقد انه ده دايما بيبقى اهم الاختيارات حين يريد يعني مسؤوله الاهلي ان يضم لاعب. هو عنده اللقطه دي ولا الحكايه بالنسبه له انه كبير بمهارته بموهبته وذاهب للكبير الأحمر؟ لا، لو كان من النوع اللي شايف أنه أنا لازم ضمن البنود حتى لو شفاهة أن أنا أبقى موجود، شاكرين جدا يا فندم، ما ينفعش معانا الكلام ده. صحيح. الاحترافية بقى بتفيد النجوم بتوعنا في كده. أنت شفتي اللقطات اللي قلت حضرتك عليها. صحيح. حتى ما أعتاهم أحمد فتحي، لا تنسى أنه لعب بالدوري الإنجليزي وعاد، يعني مش قالوا له شكرا، هو الذي عاد يعني. ومن ثم اعتقد رمضان صبحي لما جه لو قعد ما عندوش غضاضه، شوف يعني تم شراء عقد حسين الشحات بكام، لكنه الولد بيتعامل ان هو بادئ الكره منذ ان دخل النادي الاهلي. هذا هو ما يفيد النجم المحترف، ان الطور الاحترافي ده بيعلمه اما يكون منضبط كعقارب الساعه او العقارب دي تتحول للدغو فيبتعد عن الساحه الحمراء اصلا. صحيح. طيب مقولة الأهلي بمن حضر، هل المقولة دي لسه سارية لحد دلوقتي ولا دلوقتي خلاص النادي الأهلي معتمد على تشكيلة أساسية ما يقدرش يجازف؟ لا ما هو بمن حضر، بمن حضر في التشكيلة ال11 بتبدأ هي التشكيلة الأساسية. هكذا كل الكبار، توتنهام، برشلونة، والكاس مع الفرق، لكن هم دول كبار الكورة. يعني مصر في أوروبا يا جماعة زي مصر في أفريقيا، زي أسبانيا في أوروبا، زي البايرن وألمانيا برضو في أوروبا، الأهلي يماثل والزمالك يماثل، وبالتالي حدثي ولا حرج، هذا هو حال هذا الكبير. وبالتالي لو وقع منطق يبقى في مفصلة اتفك، في مسمار انكسر. ليه؟ هو ده الحال الدائم، مش حاجة اسمها أساسي، في حاجة اسمها أنت أساسي في قائمة مش أساسي في الحداشر. عشان كده بمن حضر
زي ما قلت حضرتك، اما بالروتيشن او بتعويض اصابات او عقوبات اداريه. صحيح. طيب لو اتكلمنا عن اللعيبه اللي شكلهم اختلف او تم تطوير اسلوبهم وادائهم تحت قياده مارتين لاسارتي، انا طبعا اول ما بسال السؤال ده اول واحد بيجي في دماغي كريم نيدفيد. صحيح. من وجهه نظر حضرتك مين اللعيبه الاكثر اللي برزوا او اتحسن مستواهم او تقدم مستواهم او اختلف كمان تحت قياده مارتين لاسارتي؟ كريم نيدفيد، ايمن اشرف، السوليه بنسبه، رمضان بعد عوده يعني من انجلترا، اعتقد كمان مروان محسن دخل المساحه دي وبيتغير، محمد هاني ولا شك، محمد هاني بقى بيغطي تغطيات عكسيه وبينطلق مهاجما وحاجات كده، مش غير طريقته بالنسبه للي هقوله ده، لكن اضاف له علي معلول الحقيقه. ده سداسي واضح عليه اعاده صياغه بنسبه كبيره يعني. صحيح. طيب خلاص، بعيدا بقى عن النادي الاهلي، خليني اسالك عن قرارات الفيفا الاخيره اللي قادت مبدئيا بزيادة عدد المنتخبات في كاس العالم ل 48 منتخب، وكمان استبدال كاس القارات ببطوله العالم للانديه اللي بتضم 24 فريق وبتقام كل 4 سنين. صحيح. شفت الكره ازاي صناعه، وشفت الكره ازاي ممكن تعمل دخل لبلدان تمارسها او لمنظمات بتعملها لانها تريد ان تدفع بها الى كامل العالم، وما يبقاش في بلاد ما بتلعبش كوره، دي في الاخر صناعه مهمه، وعشان كده الدوله فتحت هذا الملف، واعتقد انه هناك حاله من الرضا بنسبه جيد جدا ان النادي الاهلي يسير في هذا المعترك ما بين حلم التواجد الاحترافي وخروج لاعبين العالميه وبورصه كره قدم حقيقيه وكذا، وبالتالي واضح ان كرة القدم الصناعة ستكون واحدة من اهم الصناعات، ان لم تكن هتدخل مع الست صناعات او السبع صناعات الكبرى اللي بيتحطوا في رنك الاقتصاديات القوية في العالم، وبالتالي ده مهم جدا جدا ان تعيه الادارة الرياضية المصرية بقى. صحيح. الإدارة الرياضية. صحيح. المصرية. طيب خلينا نروح لنجمنا المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، والفترة اللي بيمر بيها محمد صلاح وتألق كمان ساديو ماني، هل تألق ساديو ماني ممكن نقول إن هو حاطط ضغط نفسي على محمد صلاح؟ مين قال كده؟ طب ما تقولي إن إحنا وإحنا بنتكلم عن الكبير في مصر وأفريقيا النادي الأهلي، قلنا إنه عندما يغلق على لاعب فلديك الورقة الأخرى، عندما غاب سادو ماني كان يحرز الأهداف مين؟ مو صلاح. صحيح. فيرمينيو. صحيح. وآخرين طبعا، وأعتقد أنه دي هي معادلة الكبار دائما، لديهم أوراق رابحة وتغيير في طريقة اللعب، تبقى الخطط الكروية مع كل مدرب معروفة نوعا ما، لكن إزاي ما بيقدروش يوقفوه يعني منافسيه، لأنه عنده أكثر من طريقة لتنفيذ خططه، والأهم لديه كتيبة، لديه موارد، لديه بشر اللي هم اللعيبة يستطيعوا تبديل وتوفيق كثيرة جدا في الملعب. محمد صلاح مع موسم احترافي كمان هيهدى شوية، لازال نبيلا يعني محترف خالص، محترف قصدي بأخلاق هاوية خالص يعني. لسه ممكن يتأثر لو شيماء زعلانة انه ما جابش جون او ما فرحهاش او بس يمكن ده ما كانش كلامه، يمكن كنا انا وبعض الزملاء الاعلاميين معاه الاسبوع اللي فات، وقال يعني سألته سؤال قلت له ازاي بتقدر انك تخرج نفسك او تخرج نفسك من الضغط النفسي اللي بتتعرض له وانت مطالب انك في كل مباراة لازم تحرز هدف، فهو رد قال اول حاجة بعملها اني ببتعد تماما عن السوشيال ميديا وبهتم. هو بيقول لكم ده اللي بدأ يتعلمه مش اللي كان شغال عليه، عشان كده قلت لحضرتك ايه، موسم احترافي اخر وتجدي صلاح مختلف تماما. هو الوقت اختلف انه بقى ضمن ثلاثة كبار في العالم. صحيح. هيختلف تماما بقى، مش فكرة مش عايز يسعد الجمهور، لا مش هيخلي الفكرة دي تشغله وهو بيلعب. صحيح. يعني مش يعني هيخلي دي في الاخر برضه بتحط عليه ضغط وتوتر. ايوه، مش هيخلي حاجة في ودانه، اوعى الناس تزعل، اوعى الناس تزعل، خلاص هيبقى في قطن بقى في ودانه بعد كده. هذه هي احترافية عالية على فكرة، مش تناحة يعني، مش هيتقلب لوح ثلج، لا خالص، لكنه سيكون أكثر احترافية، وهو ده الذي سيصل إليه محمد صلاح إن شاء الله، لأنه لعيب راجل، لعيب مجتهد، عاد الحقيقة صياغة نفسه وتوافق مع ثقافة مختلفة وتواجد مع شوارع كروية أخرى، ولكن بأخلاقه بعاداته. صحيح. وتقاليد. صحيح. أستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير ورئيس التنفيذي أو التحرير التنفيذي لموقع أو لليوم السابع، نورتنا النهاردة أكيد في كلام في الميديا، وكالعادة بستمتع بوجودك معنا جداً. في قناة النادي الأهلي. مشاهدين، انتهت النهاردة حلقتنا في كلام في الميديا، أشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة الساعة 5 مساء، ويوم سعيد على حضراتكم.